السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هخليك تعمل قاعدة اف البسيطة والمركبة. البسيطة اللي هي ايه؟ اللي هي بتكون من شرط واحد، والمركبة اللي هي بتكون من اكتر من شرط. وازاي قاعدة اف دي هتفرق في حياتك جدا جدا، مش بهزر والله. لو اتقنتها وفهمتها كويس، قاعدة اف دي هتبقى في ايدك زي الحلاوة، وهتساعد شغلك. وان شاء الله لو انت تابعتني على القناة هتستفيد اكتر واكتر بكتير جدا في حتة ان انت تقدر تستخدم قاعدة اف مع اكتر كمان معادلة، يعني تدخلها كمان في معادلات كتيرة، فهتفيدك كتير اوي. طب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بيقولك ايه؟ احنا عندنا دلوقتي اسامي طلاب والمواد بتاعتهم عربي، رياضة، انجليزي، دراسات، حاسب آلي، علوم، والمجموع بتاعهم والنتيجة والتقدير. فبيقولك ايه بقى المطلوب بقى؟ بيقولك احسب نتيجة كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت درجة اكبر من او يساوي 300. يعني من اول 300 فيما فوق الراجل ده كده ناجح، ويكون راسب اذا كان اقل من ذلك. يعني اقل من 300 كده راسب، ويكون راسب اذا كان اقل من 300. ما قالش اقل من او يساوي، لا اقل من بس. يعني احنا دلوقتي عندنا الرقم 300، اللي فوق ال 300 ناجح، اللي تحت ال 300 ساقط راسب. طب هنعملها ازاي؟ قاعدة اف يا جماعة عشان نبتدي بس يعني نتكلم فيها كده. قاعدة اف بتتكون من ثلاث حاجات: الشرط، تحقيق الشرط، رفض الشرط او عدم تحقيق الشرط. بيقول لك ايه؟ لو انت كتبت كده يساوي اف، بيقول لك ايه؟ اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست ده لوجيكال، لوجيك يعني الشرط، انت بتحط له شرط. بعد كده بيقول لك ايه؟ الفاليو اف ترو لو الشرط ده اتحقق، وفاليو اف فولس لو الشرط ده ما اتحققش. ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف كده النتيجه. بيقول لك ايه؟ يكون اكبر من 300 ناجح، اقل من 300 ساقط، بيساوي اف. لوجيكال تيست بيقول لك ايه؟ لو بص بقى، نقول له المجموع ده اهو، انا بحط له الشرط اهو، بيقول لي ساوي، بندوس على الخليه نفسها. لو ده اكبر من 300 اهو، انا قلت كده اكبر من 300. بص بعد كده بيقول لك ايه؟ اقرا بقى المعادله، بيقول لك كوما بعديها، في كوما، لو دوست كوما نقل لك على الشرط اللي بعديه. دي كده لو الشرط اتحقق. هتقول له ايه؟ طب الاكبر من 300 يعني ايه؟ يعني ناجح، يعني ناجح، ونحطها ما بين كوتيشن. الكلام يا جماعه بيتحط ما بين كوتيشن، اي كلام يس نو اسم او اي حاجه بيتحط ما بين كوتيشن. لو رقم على طول بيتكتب على طول، تمام؟ يبقى لو دي، لو المجموع ده اكبر من 300 اذا ناجح. طب بعد كده ندوس كوما. طب بعد كده، طب قال لك طب لو لا، يعني لو طلع اكبر، لو طلع مش اكبر من 300، يعني معنى كده يبقى اصغر من 300، يبقى راسب. سهله جدا اهي، سهله جدا اهي، ونسحب دي لتحت كده ونشوف راسب اهو. بص لو تلاحظوا راسب عشان اقل من 300، وفينا راسب عشان 293، وكلهم 300، يعني كده احنا كده بنتكلم في ناجح. يبقى احنا كده ده الشرط الاولاني. بص اهو الشرط اهو بيتكلم اهو، لو ده اكبر من، بنحط الشرط اهو، تمام كده خلاص خلصناه. نجيب بقى التقديرات. التقدير بقى يعني هو واحد ناجح، بس الفكره ان هو ناجح بقى بتقدير ايه بقى، وهكذا. تعالى بقى نصغر دي كده عشان نبتدي نكتب بقى هنا. بص يا شباب، بيقول لك بقى ايه؟ ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300. يعني اكبر من او يساوي 300 ده كده مقبول، مقبول. ويكون ده يكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 350. يعني من اول تلت اكبر من او يساوي 350 ده جيد، ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450. وان ايه ده؟ اكبر من او يساوي 450 ده كده جيد جدا، جيد جدا. ويكون التقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550. يعني اكبر من 550 اكبر من
اكبر من او يساوي 550، ده كده ايه؟ امتياز. عشان امتياز عايزين بس، ايوه اهو بالظبط. بصوا بقى يا شباب، دلوقتي احنا عندنا اكبر من او بيساوي 300، ده مقبول وهكذا وهكذا وهكذا. طب تعال نبتدي بقى نشرحها. بصوا بقى، عشان نبتدي احنا بنقول له اف، عشان بس الكيبورد انجليزي ف يعني ساعات الدنيا بتلخبط شويه. لو المجموع ده، لو المجموع ده اصغر من 300، ما احنا قلنا الاصغر من 300 يبقى راسب اهو، صح؟ يبقى راسب، راسب كان يعمل كوما، بعد كده نعمل اف تانيه، اف تانيه، تمام؟ ولو اصغر من 350، احنا كده قلنا ايه؟ لو اصغر من 300 يبقى راسب، معنى كده ان احنا ايه؟ طب فوق ال 300 بقى، ودلوقتي احنا قايلين ان فوق ال 300 مقبول وتحت ال 350 وفوق يعني من 300 ل 349 ده المقبول، يبقى بنقول له ايه بقى؟ ولو ده، لو ده اصغر من 349 اذا مقبول، مقبول. وبعد كده نروح ناقلين، يبقى كده من 300 ل 349 ده كده مقبول، لان احنا قايلين كده مقبول من 300 ل 350، بس احنا نقول 349 ليه؟ لان يعني مش لازم 350 بالظبط، تمام؟ كده مقبول. بعد كده نحط اف ثانيه، ولو المجموع ده، اهم حاجه تختار الشرط، اقل من 450، 450 اذا جيد جدا، جيد جدا. وبعد كده طب لو لا، يعني بقى فوق ال 450 يبقى امتياز على طول، يبقى امتياز. بصوا يا شباب، احنا بنقول ايه؟ دي اقل من 300 اذا راسب، يبقى احنا كده معانا فوق ال 300، من 300 ل 349 ده مقبول، ومن 349 ل 450 ده جيد جدا. احنا نسينا جيد، احنا نسينا جيد، انا نسيت جيد، معلش كده لحظه نعمل دي كده لحظه، انا اسف، معلش انا اسف. ولو اقل من 450 اذا جيد، معلش انا اسف، دي انا نسيتها، جيد. كده اف رابع. ولو دي اقل من 550 اذا جيد جدا، طب لو لا يبقى امتياز، امتياز. بصوا يا شباب، من 300 ل 349 مقبول اهي، ومن 349 ل 450 ده جيد، ومن 450 ل 550 او لا دي من 350 عشان نكتبها صح اهي عشان تبقى مظبوطه، من 350 ل 450، 350 ل 450 ده جيد، ومن 450 ل 550 ده جيد جدا، ومن فوق ال 550 ده امتياز. نقفل بقى الاقواس. بصوا ادي 1 2 3 4، اربع اقواس اهو، نروح قافلين اهو 1 2 3 4 ونروح دايسين انتر ونسحب كده المعادله لتحت ونشوف هل كلامنا صح ولا غلط. تعال بص، ده بيقول لك امتياز، امتياز ليه؟ لانه جايب 550 صح كده. طب ده جيد، جيد ليه؟ جايب 368، الجيد هنا فين؟ من 350 368 تمام. طب فين جيد جدا؟ مفيش جيد جدا. طب نحط مثلا وليكن ده مقبول، مقبول جايب 325، لان احنا قايلين مقبول اكبر من 300 واصغر من 350، عشان ده مقبول من 300 ل 350 ده مقبول، فهو عامل 325 بالظبط. طب تعالى مثلا نشوف جيد جدا، جيد جدا دي من 450 لحد 550، طب تعالى نكتب كده 500 اهو، بص نقل جيد جدا اهو. طب تعالى نكتب هنا 1000، 1000 امتياز، لان قال لك الامتياز اكبر من او يساوي 550، يعني فوق 550 فيما فوق بقى. فكده دي شرح الاف. ولو انت حضرتك فاهم او مش فاهم اكتب لي انت فاهم ايه، ولو عايز يعني لو عايز امثله ثانيه ان شاء الله اقدر افيدك. انا كده كده بقدم محتوى عن شروحات البرامج وعن الاكسل، وصدقني انا اقدر اديك او افيدك بحاجات في الاكسل كتير قوي، فاتمنى حضرتك بس تقول لي انت عايز ايه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة الشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.